طبعا كمان لو بنتكلم على الجمهور ودور الجمهور، الجمهور مش بس يا جماعه في مصر، كمان الجمهور بره مصر وفي كل حته، جمهور النادي الاهلي في كل مكان. دي مش مجرد كلمه، لا دي حقيقه. وعشان كده معانا احمد العمده، احد مؤسسي رابطه مشجعي الاهلي بالسعوديه، اللي هنتكلم معاه ونساله بعض الاسئله المهمه جدا اللي تعرفكم يعني ايه جمهور النادي الاهلي في اللحظات اللي زي دي. ازيك يا احمد؟ ازيك يا استاذ فارس، يعني اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، قناتنا الحبيبه. انا سعيد جدا بالتواجد معاك، واكيد كان نفسي اسامه يكون موجود معانا، ولكن ان شاء الله قريبا يكون معايا. ان شاء الله. انا حابب بقى اسالك، اولا انا عرفت ان انت مسافر كاس العالم للانديه في ظل الظروف الصعبه دي، اللي ممكن المشجع يفكر للحظه خصوصا يعني يقول النادي الاهلي مسافر في ظروف مش هي الافضل، انا ممكن ما سافرش لان مش متوقع افضل نتيجه. بس اللي انا عرفته ان انت بتفكر بشكل مختلف وانت شايف الامور بشكل مختلف، حابب اسمع منك شايف الامور ازاي وايه اللي خلاك تفكر في الفكره دي. والله يا استاذ فارس، يعني الاول طبعا يعني هي الظروف اللي حاصله دلوقتي مش هنتكلم بقى فنيا وكل حاجه، الناس قادره وعارفه كل حاجه فنيا، كمان الظروف يعني اصابات الكورونا، اصابه بيتسو موسيماني زي ما حضرتك قلت من شويه اللي هو الهاشتاج المتصدر تويتر ام بيتسو وي تراست، فالموضوع فعلا من كل النواحي كان صعب على الفريق. بالاضافه لكده كمان ظروف السفر من دوله لدوله والامور اللي حضرتك عارفها وكل الناس عارفاها، موضوع الكوفيد 19 والكورونا في كل مكان والاوميكرون، ومع ذلك برضو انت لازم تفكر بشكل مختلف لانه ده اكتر وقت النادي محتاج فيه الدعم. يعني احنا ممكن نتكلم نقول في الماتشات المهمه وكل ده مفيش مشكله، بس الاهم بقى في وقت الازمه. وقت الازمه مش وقت الانتصار، وقت لما يكون الفريق كله مكتمل. يمكن احنا مش بعيد عن ذاكرتنا كمان، يعني حتى لو اتكلم فنيا، ماتش الاهلي والزمالك الاخير اللي كان في رمضان اللي فات في الدور الاولاني، الفريق برضو كان غايب عنه 7 من عناصره الاساسيه او اكتر شويه، بالظبط. وخلينا نقول ان برضو اللعيبه حتى اللي كانت لاول مره تشارك، علي لطفي اللي كان جاي من بعيد، واسماء كتيره الحقيقه كانت على قدر المسؤوليه ومستوى المسؤوليه. فاحنا يعني ريجاردلس بقى مين اللي هيشارك، احنا عارفين ان اي 11 لعيب ان شاء الله هيكونوا في الملعب وبيحملوا اسم النادي الاهلي وبيلبسوا قميص النادي الاهلي هيبقوا ان شاء الله على مستوى المسؤوليه، واحنا لازم ندعمهم ونقف وراهم ونبقى في ظهرهم، لان ده الوقت الاهم للدعم. مش الوقت الاهم للدعم اللي الفريق يكون بينتصر دايما ويبقى كل الفرقه كامله وكل الناس ملتفه وراه، انت لازم تبقى موجود في الوقت اللي فعلا هيبقى صعب التواجد فيه. بص، هي رسالتك دي بالنسبه لي ما يعرف بالجين الاهلاوي، هو الجين الاهلاوي كده، هو ده قدرنا كاهلاويه وطريقه تفكيرنا، ان بالعكس احنا بندعم اكتر في الصعب، بنبقى موجودين اكتر في الصعب، يا اخي بنحب الاهلي اكتر في الصعب، يعني تحس ان الموضوع معانا غريب جدا. وعشان الصعب حابب اسالك عن ايه اكبر ذكرى كنت فاكرها للنادي الاهلي كمشجع بقى في لحظه صعبه. والله هو النادي الاهلي زي ما حضرتك عارف يعني يا استاذ فارس، عودنا دايما على ان هو بيحل المشاكل كلها وان هو بتاع الصعب، ووقت ما تحس ان الدنيا بعيده قوي لا بتتحل وبيبقى فعلا بالاراده وكل حاجه. المواقف كتير الحقيقه، يعني لو اتكلمنا عن مواقف كماتشات او حتى كمواقف كتير قوي، لو جبنا اخرها اللي هو من حوالي شهر ونص لو ماتش السوبر، الناس كلها خلاص يعني بتفقد الامل الا مشجعين النادي الاهلي، الناس كلها بتقول الماتش خلص الا مشجعين النادي الاهلي ما بيفقدوش الامل، بيبقى لاخر لحظه متمسكين وعارفين ان شاء الله انها هتيجي. وذكريات كتير احيانا، يعني هقول ماتش السوبر لانه فعلا يعني في ظروف صعبه، في ماتشات حصلت قبل كده زي الكونفدراليه وعماد متعب زي جول ابو تريكه طبعا في الصفاقسي، في ذكريات كتير تحس انها كانت بعيده قوي، بس باصرار لعيبه النادي الاهلي ودعم الجمهور والايمان في ان احنا قادرين ده اللي بيفرق. انما انا هقول الموقف الاخير ده لانه كانت فعلا الظروف صعبه، كان في برضه نفس القصه، اللعيبه راجعه من البطوله العربيه، عندك اصابه قبل الماتش، يعني فعلا تحس ان في ظروف جايه على الفريق، انما فعلا الرجاله قدها ان شاء الله، واحنا ان شاء الله هنكون يعني على قد المسؤوليه، وان شاء الله ان شاء الله هيكون النادي الاهلي دايما اسمه حاضر، ومش هنقول بقى يعني الناس اللي كانت بتتريق شويه تقول لك يلا مش الاهلي بمن حضر، لا هو فعلا الاهلي بمن حضر، وان شاء الله الاهلي في كاس العالم للانديه هيكون اداء مشرف كالمعتاد. ان شاء الله يا احمد، استمتعت جدا بوجودك معايا، وان شاء الله اللقاء يتكرر.